وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد انور السادات بطل الحرب والسلام، وعلى النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينه نصر بمناسبه الاحتفال بعيد تحرير سيناء. وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله ساحه النصب التذكاري الفريق اول صدقي صبحي وزير الدفاع والفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحه.